بالنسبة لعدم إنتاج النفايات، طبعا شاركت في حملات نظافة من عام 1413 تقريبا. كل الحملات اللي حنا نشارك فيها أكثر من 90% من ما نجمعه سواء بالمنتزهات أو داخل المدن هو منتجات بلاستيكية، أما قوارير بلاستيك تستخدمها لواحد أو أكياس بلاستيكية. هنا دفعني بالإضافة إلى أنه الحلال أو المعزة بالذات والإبل تأثرت أو مات بعضها بسبب أكلها الأكياس البلاستيكية، وأنا حدث لي نفس القضية، يعني بعض الحلال مات بسبب أكلها البلاستيك. هنا دفعني إلى أني لا أستخدم البلاستيك، أولا أبدأ بنفسي إذا كنت سأحارب هذه الظاهرة، فبدأت باستخدام الأكياس القماشية للتبضع، استخدام الأدوات المستدامة عن الأدوات ذات الاستخدام الواحد. فأنا أستخدم قارورة الماء أعبئها ولا أستخدم قارورة البلاستيك حتى لا أزيد المشكلة ألما للبيئة بشكل